نشرح بالأخبار قصة مر بيننا الرجل البار وأختي سارة والربع الأحرار. هذا الطباوي من جنس الملوك ابن سنحارين مالك الملوك من بلداثور موصوف بالسلوك. هذه المسكينة كانت حزينة لداء البارص كانت رهينة من الأطباء ما من معونة. اسمه مات ناسيك ساهد. هذا مرمى الله أوحاه يأتيك الفتى قل لقياه أكرز عليه أحسن مثواه. فقام سجد الفتى بكل خشوع
قريبا منه اهديني الرجوع تعليما واضحا أكرز عليه طريق الخلاص أوحى إليه علما إلهي وضح لديه وحده خالق ليس سواه آخر ماجد للصالح أهين ومات وفوق الصليب أسلم الحياة بعد مماته صارت القوة قلبك
بحسن اليقين حتى يقيمك عن جنب اليمين. أجاب الفتى حقا أطعته لك يقينا إني سمعته بدين المسيح أنا منك. أختي مريضة بداء في داء البرص جسمها كئيب هل من شفاء أيها الطبيب؟ تكون حقا رجلا روحانيا يكون له فعلا حقاني حالا أصبح نصراني. أختك سارة ربي يشفيها لدين المسيح هو يهديها من شر الفاسق سينجيها. أرغب منك أيها القديس قم وانزل معي بقلب أنيس نفوسا خلص من يد التعيس. قام مرمى تعالى سميع دعاء في يابس الأرض ضرب عصا مياه فاضت هذا مبتغى. طاهرة من داء البرايا
خالص. لما رآها بهنا ملا جيب قال بل عيناه بقلب مجيب حتى لا يحرم من هذا النصيب. فلما نالوا نعمة العماد حالا تنقوا من كل فساد شكروا الله خالق العباد. اسمعوني ها أنا بهنا ابن سنحاريب ملك الأنام ها قد جحدت هذه الأصنام. هذه الأشياء من صنع البشر خشب
ابنك مولاي صار وبهنا مع الأربع الربع الكرام، وهم ينطقون أفصاح الكلام. قال سنحاجب ليأتي ابناي وليمتثل ما بين يداي، أسمع منهما ما جاء إلي. عيشكم يطيب يكثر هناكم، وإن أعرضتم يعظم شقاكم. والآن اسجدوا للإله بي ولبيوتي مولاي الجالي، قدامك صاحب الإكل. قال لقولك نحن لن نسمع ولأصنامك قد علم أخضع، وعدك هذا حقا لن ينفع. نحن كفرنا بكل الأصنام، كفرنا بك ذو حال الأصام، وببنوتي الصخر الأبكام. نؤمن بأبوال ابن الوحيد والروح القدس الرب المجيد، إله عجيب إله فريد. ها من قدامي قال خذهم من بين الأحياء محيا أمحوهم، موتا قاسيا فلتمتوهم.
خرجوا قصدوا الجبال لعند المرشد الشيخ المفضال حتى ينالوا أسباب الكمال. جند حارب في نصف الطريق قاتل الرابعة أبقى والشقيق علّه يرجع علّه يفيق. سار وبه نام بقي في الحياة وعن العالم قدم الصلاة بضرب العنق نال الاستشهاد.
عيون وصار فيها شبها بالدستور. شرق الموصل ديرهم يكون بناه إسحاق رجل مات.